السلام عليكم خوتي طلبة، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تعرفوا على لا باز كونجيكي اسيد كونجيكي كوبل كونجيكي. بعد ما تعرفنا في الفيديو السابق على تعريف ديال الحمد والقاعدة بالنسبة للعالم أرهينيوس، وكذلك تعريف ديال الحمد وديال القاعدة بالنسبة للعالمين برونشتيد لوري. دونك الكوبل ديال اسيد باز كونجيكي، كيفاش كنديروا هاد الكوبل اسيد باز كونجيكي؟ هنا كوبل كتعني مزدوجة ديال الحمض قاعده، كوبل اسيد باز مزدوجه ديال الحمض قاعده. هنايا باز كونجيكي، كونجيكي كنقصدو به المرافق، القاعده المرافقه. هنايا كونسيكونس دو لا ديفينيسيو دو برونشيد، بعد لا ديفينيسيو ديال التعريف ديال برونشيد، واللي شفنا في الفيديو السابق بان كاين البرونشيد لاسيد شنو كيوقع، كيعطي كيحرر واحد البروتون اش بليس. كيف كتلاحظ معايا هاد اش ا شنو عطانا، حررنينا واحد اش بليس، هذا بالنسبه لاسيد ديال برونشيت. دونك فهاد لا رياكسيون، هادي رياكسيون 1 عندنا اش ا عطانا اش بليس زائد ا موان، هاد اش ا قلنا ليبيري حررنينا ان بروتون، دونك اش ا اي ان اسيد، دونك قلنا الاسيد هو اللي كيحررنينا اش بليس، هذا بالنسبه للنظريه ديال برونشيت لوري. رياكسيون ثانيه شنو كنقصدو برياكسيون ثانيه، زعما كيف لو سونس دو نشدو هاد الشيء اللي في النواتج غيعطينا شيء في المتفاعلات. كيف كتلاحظوا معايا عندنا هاد اموا، هاد اموا كابس ان بروتون، خدا واحد البروتون اش بليس، دونك اموا اي ان باز اون ديش كو اموا اي لا باز كونجيغي دو لاسيد اش ا. فهمتوا معايا؟ قلنا حسب قاعده البرونشيت ان الحمض كيعطينا اش بليس ياك، وكذلك لا باز كتاخذ واحد اش بليس، الشيء اللي قال برونشيت اللي شفنا في فيديو السابق. حنايا بغينا نديرو مزدوجه كوبل ديال اسيد باز كونجيكي. دونك في هذه الحاله اسيد شنو هو اش ا، لان قلنا حررنا واحد اش بليس ياك، اما لا باز هي اموان لانها خداتني واحد اش بليس. دونك في هذه الحاله كتكون كوبل اسيد باز كونجيكي على الشكل اش ا هو الفوقاني والاول على اموان، الحمض قاعده، حمض على قاعده. نجيو دابا لي رياكسيون اللي فيهم جوج ديال المزدوجات دو كوبل حمض قاعده جوج. بالنسبه لهاد لا رياكسيون لاحظوا معايا مزيان، عندنا هاد اش ا الى زدنا عليه الماء، هاد الماده اش ا شنو فيها، فيها هيدروجين، فيها اش، الى زدنا عليها الماء اش دوزو اشنو غيوقع، هاد اش ا اللي فيه الهيدروجين غادي يعطي واحد الهيدروجين، الى عطاه هيدروجين غيعطي هيدروجين اش بليس، غيعطيه لمن غيعطيه لهاد اش 2 غتولي اش 3 بليس، من غيعطيه واحد اش بليس غيبقى عندنا ا، وهاديك ا كندير لها موان حيت عطا واحد اش بليس وكنديرو موان باش نوازنو بها. ولاحظوا معايا لتحت، لتحت هاد بي هذا ما عندوش، ما فيش هيدروجين، في هاد الحاله الى زدنا عليه اش 2 اشنو غيوقع، هاد اش 2 هذا هو اللي غادي يحطينا واحد اش بليس، غيعطيها لمن غيعطيها هاد البي، هو اللي غيعطي اش بليس، ها هي عطاها البي، من عطى لهذا اش بليس هاد اش 2 فقد واحد الاش غيولي غير اش او، وكنديرو موان حيت هو عطى بليس. لاحظوا معايا قلنا هاد اش ازدنا عليه الماء مشى منه واحد الاش عطاه لمن عطاه الماء، ها هي ولات عندو 3 اش بليس اش 3 بليس مشى منو اش وكنديرو موان. بالنسبه هنايا حنا شنو قلنا، قلنا الحمض هو اللي كيعطي واحد اش بليس، دونك في هاد الحاله هاد اش ا هو الحمض، ها هو اش ا، والقاعده ديالو راه هي ا موان، علاش؟ لانه مشى منو واحد هيدروجين ودرنا ليه موان، مشى منو واحد اش بليس ودرنا ليه موان، ها هي اش ا ا موان بحال هكا كتكتب. بالنسبه هنا اش 2 و اش 3 بليس، إذا كان هذا حمض هذا اللي معاه في التفاعل راه قاعده، عندنا اش ا لعب لنا دور الحمض، دونك هاد اش 2 غيلعب لنا دور القاعده، غتولي اش 3 او بليس هي الحمض و اش 2 القاعده. نجيو هنايا، هنايا العكس ديال هادي، هنايا هاد بي هذا ما فيش هيدروجين ياك، مزدنا عليه الماء هذاك اش 2 هذاك الماء هو اللي حرر لنا اش بليس، عطاها لهاد اش هو اللي عطاها لي. دونك في هاد الحاله هاد بي هذا مالو، يلعب لينا دور لا باز ياك، يلعب لينا حيت ما عطاش اس بليس خداها، غيلعب دور لا باز، والاسيد هو اش 2. كيف كتلاحظوا معايا هاد اش بليس راه هو الاسيد ياك، والقاعده ديالو هي بي،
و اش دوزو هنايا هو الاسيد. كيف كتلاحظوا معايا والقاعده ديالو هي او اش موان. كيف كتلاحظوا معايا في الدو رياكسيون ان الماء اش دوزو مره لعب لينا الدور قاعده في الاول ومره لعب لينا الدور حم. كنقولوا بان الماء لو اسيد او باس، مره كيكون اسيد ومره كيكون باس كنقولوا ليه انفوتير ولا انفوليتش. ماء مره كيلعب لينا دور حق حمض ومره كيلعب لينا دور قاعده كنقولوا انفوليتش ولا انفوتير. وديما في مزدوجه حمض قاعده ديما البليس كيكون الفوق والموان كيكون تحت. البليس كيكون الفوق والموان كيكون تحت، هادي عقلوا عليها مزدوجه حمض قاعده. وبالنسبه لهادو اللي كيكونوا لنا انفوليتش راه كيكونوا فيهم جوج ديال الهيدروجين ولا ثلاثه. هادو اللي كيلعبوا لنا مره دور حمض ومره دور قاعده راه كيكونوا فيهم جوج ديال الهيدروجين ولا ثلاثه ولا اربعه. بحال هنا الفوق لعب لينا هاد اش ا لعب لينا دور حمض فقط، علاش؟ لان فيه هيدروجين واحد، اما اش اوز راه فيه جوج ديال الهيدروجين، راه غيلعب لك مره دور حمض مره دور قاعده. وهادشي اللي غنشوفو في هاد ليكزامبل هذا. نشوفوا هاد ايو هيدروجين وكربونات اللي كيلعب لينا مره دور الحمض ومره دور القاعده. بحال دابا هاد اش 2 سي او 3 كيف حد كيف قلت لك هنا شحال ديال الهيدروجين؟ جوج. اي حاجه تكون فيها جوج ديال الهيدروجين ولا ثلاثه عرف بان غتكون انفوتير، غتكون فيها شي حاجه كتلعب لينا دور الحمض ومره دور القاعده. كيفاش؟ بحال اش 2 سي او 3 اللي زدنا عليه الماء، قلنا اي حاجه فيها الهيدروجين وزدتي عليها الماء كتعطي واحد اش بليس، كتعطي لما كتعطي اش 2 دونك هذا غتعطي اش بليس لاش دوزو. هاد اش دوزو غيولي اش 3 او بليس، ها هو. وهذا من عطاش اش بليس مشات لا اش، اش ولي غير اش سي او 3 وكنديرو موا. هاي اش سي او 3 موا، متفقين معايا؟ دونك هذا اللي عطانا اش بليس هذا هو الحمض، والقاعده ديالو هي هاد الحمض هو اش 2 سي او 3 والقاعده ديالو هي اش سي او 3 موا. إذا كان هذا الحمض قلنا هاد اش 2 زو كيكون قاعده، والحمض ديال هاد القاعده اش 2 زو هو اش 3 او بليس. فهم هاد؟ كنشدو هاد لا باز هادي اش سي او 3 موا، قلنا هاد اش سي او 3 موا اللي زدتي عليه الماء هذا فيه واحد الهيدروجين باقي، دونك غيعطينا واحد الهيدروجين لما نعطينا يعطي الاش 2 زو يعطي اش بليس، غتولي اش 3 او بليس في النواجذ. ها هي من هذا غيعطي واحد اش بليس، ها هو مشي لي غيبقى سي او 3 موان، وكنزيدو حنا واحد الموان اخرى غتولي سي او 3 دو موان. هاد الموان هادي كنزيدوها باش نوازنو حيت عطا اش بليس. دونك في هاد الحالة هذا عطاني هنا واحد اش بليس لاش دوزو باش ولات اش 3 او بليس. دونك هذا هو الحمض، والقاعدة ديالو هي هادي سي او 3 دو موان. ها الحمض، ها القاعدة ديالو. إلا كان هذا الحمض هاد اش دوزو غيلعب لينا دور قاعدة، لعب لينا دور القاعدة، والحمض ديال هاد القاعدة هو اش 3 او بليس. ما عليناش، نجيو هنا قلنا هذا هو الحمض وهذا هو القاعدة، غتولي بحال هكا اش سي او 3 موان اسيد ولا بازير هو سي او 3 دو موان. فهاد لا رياكسيون لعب لينا دور لاسيد، وفهاد لا رياكسيون لعب لينا دور لا باس هاد هيدروجينو كربونات اش سي او 3 موان. لعب لينا مرة دور الحمض ومرة دور قاعدة لأنه فيه جوج ديال هاد. كذلك بالنسبة لأيون دي هيدروجينو فوسفات، بحيث ان اش 3 بي او 4 اللي زدتي عليه الماء كيمشي واحد الاش بليس لاش 2 زو في النواجذ ولا اش 3 او بليس، مي كتمشي من واحد اش بليس غتولي اش 2 بي او 4 مو. ها هي في هاد الحاله هذا ملي كيعطينا قلنا اش بليس راه هو الحمض، والقاعده ديالو هي اش 2 بي او 4 مو. الا كان هذا حمض اذا اش 2 زو راه لا باز، ولا باز ديال ولقى لاسيد ديال اش 2 زو راه هو اش 3 او بليس. هذا حمض وهذه قاعدة، إذا كان هذا حمض هذه اللي حداها راه قاعدة. كنشدو هذا اش 2 بي او 4 موان لأن باقي فيه واحد الهيدروجين، كنشدو عاوتاني كنزيدو عليه الماء. ملي كتزيد عليه الماء كيفقد عاوتاني كيمشي واحد الاش، كيمشي لمن اش 2 زون كيولي اش 3 او بليس، لأن كيمشي عندو اش بليس في النواجذ عطينا اش 3 او بليس. بعد ما مشى منو واحد الاش غيبقى لينا اش بي او 4 دو موان. هاي اش بي او 4 دو موان نفس الشيء اللي قلت لكم بالنسبه للرياكسيون دو رياكسيون لوني نفس الشيء. في الحاله هذا قلنا عطى، واخا شدينا هاد لاباز هادي شدينا هاد لاباز ديال هاد اسيد الاول زدنا عليه الماء عطانا واحد اش بليس. قلنا اي حاجه عطاتنا اش بليس راه حمض، دونك هذا راه حمض.
ونقول لاباز ديالو راه هي هادي اش بي او كاس دو موان. الا كان هذا حمض راه اللي حدا غيكون باس، وهاد لاباز هادي لاسيد ديالها هو اش 3 او بليس. دونك في هاد الحاله ها هو لاسيد هو هذا، ها هو اش 2 بي او 4 موان لاسيد، و لاباز هي اش بي او 4 دو موان. غنخدمو واحد التمرين خلاصه اللي منو غنشوفو هاد باز كونجيكي و اسيد كونجيكي و نديرو هاد كوبل كونجيكي. عندنا هاد لا رياكسيون هادي هنايا في الاول قالك اسيد دو برونشيت لوري. شنو هو الحمض ديال برونشيت لوري؟ قلنا حنا الحمض هو اللي كيعطينا اش بليس. الا شتي معايا هاد الرياكسيون شنو هو اللي عطانا حرر لينا اش بليس؟ هذا هو اللي عطى اش بليس. ها اش دو اس او 4 مشى منو اش، ها في النواه شحال بقى؟ بقى غير اش اس او 4 ودرنا موان. دونك هذا هو الحمض، لان اي حاجه عطاتنا اش بليس هو الحمض. هنا باز دو برونشيت، الا كان هذا حمض اللي حدا شنو غادي يكون؟ باز. اذا هاد ان اش 3 راه هو لا باز ديال برونشيت. هنايا باز كونجيكي، باز كونجيكي شنو كنقصدو بها؟ الا كان هذا اسيد ديال برونشيت لا باز كونجيكي ديالو راه هي اش اس او 4 موان، هادي لا باز كونجيكي. اما اسيد كونجيكي حنا لقينا في المتفاعل ان ان اش 3 هو لا باز، دونك لاسيد كونجيكي هذا لا باز، والحمض ديالو هو ان اش 4 بليس. دونك نقول اسيد كونجيكي. بالنسبه للكوبل كونجيكي راه كدير الكوبل اسيد باز، بالنسبه لاش 2 اس او 4 راه اسيد، و اذا لا باز ديالو راه هي اش اس او 4 موان، غادي تكون هادي اسيد على هادي. وكذلك هنايا غتكون ان اش 4 بليس لان هذا هو الحمض على ان اش 3 اللي هي لا باز. كيف كتلاحظوا معايا اجوبه؟